أحبابنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي القصة وراء مسجد كأني أكلت، والتي أبهرت كل من سمع قصته لأجيال عديدة؟ هل من الممكن أن يبني شخصا واحدا مسجدا كاملا بمفرده؟ ما هي أبعاد تلك القصة؟ وما الذي فعله ليبهر كل من سمع قصته لدرجة أنها تدرس في المدارس الآن؟ تابعوا معنا هذه الحلقة الشيقة، رجينا من الله عز وجل أن تحوز هذه الحلقة على إعجابكم. إن مسجد سانك يادم الأثري الشهير، والذي بني بمعماريته البسيطة الرائعة في القرن 18 وبالتحديد في عهد الولاية العثمانية في إسطنبول بتركيا، وهذا المسجد وبحق يعد من أغرب المساجد في العالم، إذ إنه يخفي خلف بنائه قصة بالغة الروعة والجمال بتصميمه الفريد دون أسقف بحوائط قصيرة. والقصة تعود إلى ذلك الحكيم الذي كان يعيش في منطقة فاتح، وهو شخص ورع اسمه خير الدين فندي. كان هذا الرجل الحكيم عندما يمشي في السوق ليشتري ما يحتاج وتتوق نفسه لشراء فاكهة أو لحم أو حلوى، يقول في نفسه سانك يادم، يعني كأني أكلت، أو أفترض أنني أكلت. فما الذي تعنيه هذه الجملة التي سميت بها هذا المسجد؟ لقد كان ذلك الرجل يضع ثمن ذلك الطعام في صندوق مخصص لهدف بالغ الأهمية عنده، حتى أنه هدف أهم منه هو شخصياً. ثم مضت أشهر وسنوات عديدة وهو على نفس المبدأ يدخر النقود ويتزهد في الحياة، وهو يكف نفسه عن لذات الأكل ومتعة الطعام وشهوة البطن، ويكتفي بما يقيم أوده فقط حتى يستطيع أن يستمر في هدفه النهائي المشنود. وكانت النقود التي يتعب ويكد من أجلها تزيد في صندوقه الشهير شيئا فشيئا، حتى استطاع بهذا المبلغ القيام ببناء مسجد صغير في محلته، وهو ما فاز به عند الله فوزا عظيما. ولما كان أهل المنطقة يعرفون قصة هذا الشخص الورع والتقي والفقير وكيف استطاع أن يبني هذا المسجد، أطلقوا على الجامع اسم جامع سانك يادم، وأصبح من أشهر المساجد في منطقته. ويحمل المسجد حكمة وفلسفة رائعة وفريدة من نوعها، حيث يقول عبد الصمد أعيدن نائب مفتي منطقة الفاتح في اسطنبول عن ذلك المسجد الشهير، إن الحكمة من مسجد كأني أكلت هو الحث على التوفير الممكن وعدم التبذير والاقتراض والاقتصاد قدر المستطاع بكل المواد، خاصة أننا نعيش في مجتمعات استهلاكية كبيرة. وهذا المسجد يمثل درسا ممتازا لكل إنسان، الرجل في إدارة أعماله والمرأة في منزلها حتى الشباب والأطفال. وقد كان أهل الحي على علم بقصة هذا الرجل الصالح، والذي أصبح تراثا لهم في حياتهم ولم تمت ذكراه قط بين الناس، وهذا في حد ذاته تكريم بالغ الروعة له. وقد كانوا يعرفون قصة السوق وقصة كأنني أكلت ويتحاكونها بينهم، حتى أنها تدرس بمدارسهم للأطفال حتى ينشأوا نشأة قويمة بقصة ذلك الحكيم الرائع. وقد سموا هذا المسجد كأنني أكلت أو سانك يادم بالتركية، وهو المسجد الذي يصلي به الآلاف منذ بنائه، ويتم قراءة القرآن فيه ليل نهار، والصلوات التي لا تنقطع فيه وذكر الله، كل ذلك في ميزان حسناته ما دام ذلك المسجد قائما بإذن الله تعالى. كل هذا لأنه ضحى بلذة البطن طوال حياته وقال كأنني أكلت. وفي الواقع ذلك المسجد ما زال شامخا في منطقة الفاتح، وقد ذكر قصته أروخان محمد في كتابه من روائع التاريخ العثماني. وقد قيل إن ذلك المسجد تعرض للقصف عدة مرات بشكل مستهدف تماما خلال الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب بعشرين عاما تدمر الجامع تقريبا بفعل حريق نشب فيه، وهو ما زاد الناس هناك إصرارا على إحياء ذكرى ذلك الحكيم الشجاع. وفي عام 1959 ميلادية تم إصلاح المسجد بعد تبرعات من السكان الذين تظافروا على مبدأه الفريد من نوعه كأنني أكلت، وهو ما شكل تراثا ونهجا يمشي عليه سكان تلك المنطقة هناك. وإذا ما تأملنا الذي فعله ذلك الحكيم من حرمان نفسه ليل نهار من لذة الطعام والشراب لسنوات عديدة، وفنى عمره في العمل لجلب المال لجمع الموارد اللازمة لبناء مسجده حلم حياته، وكيف أنه كان يجمع الموارد من صخر وحديد وأشياء أخرى مقاوما جوعه الشديد ومكتفيا بما يسد رمقه بأقل القليل،
محافظا بنفس الوقت على أسرته، فسنجد أن ذلك الرجل الصالح قد ارتقى إلى مستوى أعلى بكثير من كونه مجرد مسلم، لقد ارتقى إلى مرتبة الإيمان، وهو ما نفتقده الآن، لأنه إذا ما أمن الناس جميعا لكان وضعنا الآن غير الوضع وحالنا غير الحال. وتذكر عزيزي المشاهد أن إعادة بناء ذلك المسجد لم تتم عن طريق الحكومة ولا عن طريق رجال الأعمال، بل بواسطة فقراء المنطقة الذين صاروا على نفس النهج. كأنني أكلت. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم اهدني وسددني. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أستودعك قلبي فلا تجعل فيه أحدا غيرك، وأستودعك لا إله إلا الله فلقني إياها عند الموت، وأستودعك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك، وأستودعك كل شيء رزقتني وأعطيتني، فاحفظه لي من شر خلقك أجمعين، واغفر لي ولوالدي ولمن أحببت ولمن سكن قلبي ولإخوتي يا من لا تضيع عنده الودائع. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد، ووهبنا فيه رزقا لا يعد، وافتح لنا فيه بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب خير خلقك فينا، ومن حوض نبيك اسقنا، وفي جنتك آونا، وبرحمتك ارحمنا، وامنيتنا أعطنا، وبفضلك اغننا، ولطاعتك اهدنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنظر إلينا في ساعتنا هذه فتنزل علينا رحمة من عندك وحنانا من لدنك، تغننا بها عن رحمة وحنان من سواك. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي، إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. عزيزي المشاهد، إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تنسى عمل لايك للفيديو وساعد في مشاركته، واترك تعليقك حتى يسعنا تقديم كل جديد، ولا تنسى مشاهدة هذه الحلقات المميزة
شكرا على حسن متابعتك لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.